ايوه يا باشمهندسين، صباح الخير جميعا. دلوقتي هنبتدي نكمل محاضرة الراديشن اللي احنا وقفنا عندها النوبة اللي فاتت. كلنا فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين طبعا، ودي المحاضرة اللي قبل الأخيرة، يعني المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هتبقى الأخيرة. أوكي، نعمل شير سكرين علشان نجيب المذكرة بتاعتنا. ظهر عندنا المذكرة بتاعتنا ولا لا؟ جماعة يا دكتور، اوكي، احنا وصلنا في الشيب فاكتور للمعادلة اللي هي النيت راديشن ما بين جسم واحد وجسم اتنين هتساوي الاريا واحد في الفيو فاكتور واحد اتنين اي واحد ناقص اي بي اتنين، او بنقول القانون اللي هو بنقول عليه ريسبيريسيتي لو، قانون التبادل، اي واحد في اف واحد اتنين هتساوي اي اتنين في اف اتنين واحد. اوكي، يبقى دي يا اما اي واحد اف واحد اتنين مضروب ما بين القوسين، او اي اتنين اف اتنين واحد ما بين القوسين البي الاي بي واحد والاي بي اتنين. طيب هنيجي بطريقة تانية، عايزين نحدد الفيو فاكتور لجسم، يعني ازاي احسب الفيو فاكتور من جسم الى جسم اخر. ففاكرين المعادله تعريف الانتنسي راديشن؟ يعني انا دلوقتي هاخد جسم اي واحد اهو واخد منه حته صغيره دي اي واحد، وجسم تاني اتنين وحته اريا صغيره منه دي اتنين. هنا النورمال بتاعي على الجسم واحد اهو، والنورمال على اتنين اهو. النورمال ما بين الخط الواصل ما بين النقطة اللي في النص بتاع دي اتنين الى النقطة اللي في النص بتاع دي اي واحد، ماشي، اللي هي طولها ار، بتميل على النورمال بتاع اي واحد بسيتا واحد، وتميل على النورمال بتاع اتنين بسيتا اي. اتنين بتاع الانتنسي عفوا بتاع الانتنسي راديشن فاكرينه لما كنا بنقول اي بتساوي دي اي دي كيو من واحد لاتنين على دي واحد كوزين سيتا دي اي واحد كوزين سيتا دي دبليو واحد اتنين، وير دي دبليو واحد اتنين السوليد انجل. يبقى انا عندي من التعريف يبقى دي كيو من واحد لاتنين هتساوي اي واحد في دي اي واحد كوزين سيتا واحد في دي دو واحد اتنين، ماشي. يبقى انا عندي ايه علاقتها بالاي بي؟ بنقول دايما ده الانتنستي، ده التوتال اميسيف باور، يبقى العلاقه ما بينهم الاي بي بتساوي باي في اي، يبقى الاي هشيلها واحط اي بي على باي، تمام. هنا هشيل دي واحطها اي بي واحد على باي، ماشي. دي اتنين اللي هي السوليد انجل دي هتساوي ايه؟ هتساوي مساحة الاريا اللي هنا العمودية على الخط الواصل من هنا لهنا على ار سكوير. يبقى السوليد انجل عبارة عن دي اتنين كوزين سيتا اتنين على ار سكوير، ادي دي دبليو واحد اتنين تساوي دي اتنين كوزين سيتا اتنين على ار سكوير. يبقى خدت الدي دبليو واحد وخدت الاي واحد وعوضت في المعادلة بتاعتي ستة هيطلع لي
ان دي كيو من واحد لاثنين هتساوي باي اي بي واحد على باي دي واحد دي اي واحد كوزين ثيتا واحد في دي اي اتنين كوزين ثيتا اتنين على ار سكوير. دي اللي هي كانت اي واحد ودي اللي كانت دي دبليو اي واحد اتنين. يبقى انا هختصر العملية دي هتبقى اي بي واحد كوزين ثيتا واحد كوزين ثيتا اتنين دي اي واحد دي اي اتنين على باي ار سكوير. تبقى طيب لو انا الفورمة دي كده دي كيو من واحد لاثنين. طب دي كيو من اتنين لواحد دي كيو من اتنين لواحد هتبقى هي هي بس هتبقى هنا اي بي اتنين ونفس المضروب. تمام طيب يبقى انا عايز اجيب النت ما بين واحد واتنين يبقى دي دي كيو نت نت ما بين واحد واتنين هتساوي دي كيو واحد اتنين ماينس دي كيو من اتنين لواحد. هحط هنا دي اللي هي الاي بتاعت الاي بي واحد مضروب في ده ديا اللي هي بتاعت اي بي اتنين مضروب في نفس الكلام ده. خدت الاي بي اللي هو كوزين ثيتا واحد كوزين ثيتا اتنين دي اي واحد دي اتنين على باي ار سكوير مشترك هيبقى النت راديشن ما بين الجسمين ما هو الا اي بي واحد ماينس اي بي اتنين مضروب في المشترك اللي هو كوزين ثيتا واحد كوزين ثيتا اتنين دي اي واحد دي اتنين على باي ار سكوير. تمام طيب انا عايز اجيب التوتال بقى مش عايز اجيب دي. يبقى اعمل انتجريشن للكلام ده. الانتجريشن ده يبقى ايه؟ هو في ايه هنا اللي هي دي اي واحد ودي اتنين يبقى هيبقى دبل انتجريشن على الاريا. يبقى النت راديشن توتال مش دي النت راديشن توتال هتساوي دبل انتجريشن بالنسبة لاي واحد وبالنسبة لاي اتنين وده مشترك ده ما يطلع بره علامة الانتجريشن اي بي واحد واي بي اتنين يبقى دبل انتجريشن على اي واحد ودبل انتجريشن دبل انتجريشن على اي واحد واي اتنين كوزين ثيتا واحد كوزين ثيتا اتنين على باي ار سكوير دي اي واحد دي اتنين. تمام دي المعادلة عشرة. لو انتوا فاكرين يا باش مهندسين المعادلة خمسة اللي احنا وقفنا عليها النوبة اللي فاتت اهي خمسة هي دي برضو النت راديشن ما بين واحد واثنين هساوي المعادلة خمسة بالمعادلة كام؟ بالمعادلة بتاعتي اللي هي عشرة. لو سويت ده بده هيطير الطرفين الطرفين اللي هو اي بي واحد ناقص اي بي اتنين ويفضل عندي هيفضل عندي اللي هو اي واحد اف واحد اتنين هتساوي اي اتنين اف اتنين واحد هتساوي الدبل انتجريشن. تمام فاهمين كده؟ هتساوي يعني بعد تساوي المعادلة عشرة مع المعادلة خمسة هتديني معادلة اي واحد اف واحد اتنين تساوي الدبل انتجريشن في الكلام اللي جوه او هتساوي اتنين في اف اتنين واحد دبل انتجريشن اللي جوه. ماشي هوير طبعا لان احنا عارفين ايه واحد اف واحد اتنين تساوي ايه اتنين اف ايه واحد باي ريسبيريسيتي لو من الاكويشن 11 والاكويشن 12 بعين اف واحد اتنين. يعني لو عندي جسم واحد وجسم اتنين مواجهين لبعض جزئيا اقدر اجيب الفيو فاكتور من اف واحد اتنين بالعملية دهيا. يعني واحد على اي واحد دبل انتجريشن الكلام دون على الارياز. اوكي نفس العملية اف اتنين واحد. اوكي ناخد مثال بسيط كده الشيف فاكتور في فور فاينتيزمال اريا. فاينتيزمال اريا يعني اريا صغيرة. يعني ادي عندي اريا صغيرة جدا دي اي واحد ودي اي اريا كبيرة اخرى
2 زي ما قلنا ادي النورمال وادي النورمال ادي ثيتا 1 وادي ثيتا 2 ماشي. انا خدت بقى هنا الدي 2 وهنا التوتال اريا بتاع 1 هي دي اي 1 والخط الواصل ما بينهم ما بين النقطتين بتاع دي 2 والدي اي 1 هو ار. يبقى الشيف فاكتور ما بين دي اي 1 و 2 هو عبارة عن ايه في المعادلة كده؟ في المعادلة كده يبقى عبارة عن دي اي في اف اي 1 ل 2 هيساوي اللي هو ايه، هيساوي الدبل انتجريشن في ده. ما انت جبت دي هنا، باللي هي اسمها دي اي 1 في اف اللي هو دي اي 1 الى 2 هيساوي الدبل انتجريشن، اهي المعادله بتاعتي ماشي. فانا شلت من دي وحطيتها هنا، يبقى اف من دي اي 1 الى 2 هتساوي 1 على دي اي 1 دبل انتجريشن. انا عندي دي اي 1 دي صغيره جدا، فالانتجريشن بتاعها ماشي على دي اي 1 هو دي اي 1، فطلع دي اي 1 ضاع دي اي 1 مع دي اي 1 في المقام. يبقى الاف من دي اي 1 الى اي 2 هتساوي الانتجريشن سنجل على اي 2 كوزين ثيتا 1 كوزين ثيتا 2 على باي ار سكوير دي اي 2. اقدر اجيبها واحسب الكلام دوت ماشي. يبقى انا بحسب الشيف فاكتور بتاعي، والعكس صحيح. لو انا سويت اللي هو دي اي 1 في اف دي اي 1 ل 2 هتساوي اي 2 في اف 2 الى دي اي 1 اهو، سويت باي ريسبيريتد لو اللي هو اهو 2 في اف 2 دي اي 1 هتساوي دي اي 1 في اف دي اي 1 ل 2، واقدر اجيب برضو الشيف فاكتور من 2 ل دي اي 1. اوكي يا جماعه، هوير الكلام ده. خلصنا كده؟ حد مش فاهم في الحته دي حاجه يقول لي. طيب جماعة كلنا فاهمين الحتة دي خلاص؟ ازاي بنعين الشيف فاكتور؟ طب يا جماعة نرجع بقى نقط الكلام ده ونشوف عندي ان انا ازاي بعين الشيف فاكتور. برسم للشيف فاكتور ما بين اجسام، احنا هناخد ثلاثة بوزيشن. الشيف فاكتور لايه؟ معلش ابقى لف الشكل ده الشير موازي لبليت، ريكتانجولار بليت وريكتانجولار بليت اخر. ده نمره 1 اللي هو اي 1، وده نمره 2 اللي هو اي 2. الاثنين ايكوالز، ده ليه اي طول وليه عرض بي، والمسافة ما بين التو بليت سي. ازاي بقى؟ بالقانون اللي فات انا بعين الشيف فاكتور للايه؟ لواحد لاثنين واتنين ماشي. يعني ده هنا السكيل الرأسي ما بقول اقلب الشكل دوت، هو اف من واحد لاثنين. السكيل الافقي بقى ايه؟ بقى البرامتر اللي بيأثر فيه الشيف فاكتور ما هو؟ البرامتر الارياز والمسافة هي اللي بتأثر في الشيف فاكتور. فأنا بجيب كابتل اكس بتساوي السمول ايه على سي، وكابتل واي بتساوي سمول بي على سي. وبين هنا الكيرف اللي تحت الدول السكيل اللي تحت ده كابتل اكس، كابتل اكس اللي هو سمول ايه على سي، والكيرفات دي
اللي هي كابيتال واي اللي هي سمول بي على سي. فانا علشان اعين الشيف فاكتور لبليت واحد لاثنين مثلا هجيب الاكس على الاكس مثلا ثلاثة، واجيب الايه اللي هي الكابيتال واي اللي هي سمول بي على اكس، واروح طالع مثلا كانت 200 علشان معلش ايه طالع بالثلاثة لغاية 200 كده، واروح ماشي افقي اجيب الشيف فاكتور اباوت 7 من 10. ده ازاي تعين الشيف فاكتور ما بين جسمين. طب لو انا جبت اف 1.2 تساوي 7 من 10، يبقى اف 2.1 تساوي كام يا جماعة؟ واحد يرد. اف 1.2 طلعته من الشكل من الشارت دي 7 من 10، اف 1.2. طب اف 2.1 تساوي كام؟ يا جماعة ما حدش بيرد عليا. الو الو ايوه يا جماعة الو، ما فيش حد معايا ولا ايه؟ حضرتك يا دكتور، حضرتك يا دكتور. طيب يا اكرم محدش بيرد عليا. انا قلت اف 1.2 ايكوال 7 من 10 من الشكل دون. طب اف 2.1 يساوي كام؟ واحد ناقص ال الاف واحد ناقص ال الاثنين ولا الاثنين ولا ايه؟ بص للتشارت كويس، تو ريكتانجلر بليتس اتنين مشتركين في الـ A وفي الـ B، يعني مشتركين في A في الاريا، يعني الاريا بتاعت واحد ايكوال الاريا بتاعت اتنين. يبقى لو جبت انا اف 1.2 بسبعة من عشرة هقول ايه واحد في اف 1.2 تساوي ايه اتنين في اف ايه 2.1. الاريا is equal، يبقى الاف is equal، يبقى اف 1.2 بسبعة من عشرة يبقى برضو اف 2.1 بسبعة من عشرة. زين صحصحوا الاريز ايكوالز. طيب جبنا دي، بنعمل تشارت تاني لتو ريكتانجلر بليت بيربنديكولار على بعض، يعني افتح الكشكول كده اللي معاك وحطه في صفحة افقية وصفحة رأسية بيربنديكولار عموديين على بعض، مشتركين في ايه؟ مشتركين الويدس دون، سوري، مشتركين في الكشكول عندك في التجليدة بتاعته العرض دون. بس انت ايه خليت دي صفحة كاملة دابيو ودي اللي انت حتها فوق قطعت منها حتة سميتها اتش، يبقى المشترك بينهم اللي هو ده اللي هو فوق اسمه ال الايه المشترك ما بين واحد وما بين اتنين. انا عايز اجيب الفيو فاكتور من واحد لاتنين، ده واحد وده اتنين، عايز اجيب الفيو فاكتور. فياخد طبعا زي ما بنقول العامل المؤثر في الفيو فاكتور هنا ايه؟ التو ارياز بتوعي ماشي.
والايه تو ارياز هو برضو يدخل فيهم ال ال دي. يبقى انا هجيب كابيتال اتش ما هي الا سمول اتش على ال اللي هو الايه المشترك بينهم، وهجيب كابيتال دبليو كاب سمول دبليو على ايه سمول ال، واجي الكيرفات بتاعتي. ما احنا حسبنا كل الكلام ده من القانون اللي انا قلت عليه. هاجي اجيب، عايز اجيب الفيو فاكتور بالنسبه واحد لاثنين، هروح ماشي على كابيتال اتش هنا نقول واحد، كابيتال اتش واحد اللي هي سمول اتش على سمول ال، واروح طالع على كابيتال دبليو اللي هي سمول دبليو سمول دبليو على اي ال، اطلع مثلا بتمانية من عشرة، اروح طالع بتمانية من عشرة، ادي الكيرف التمانية من عشرة، امشي افقي كده اطلع ان هي مثلا طلعت 25%، يبقى الاف من واحد لاثنين بخمسة وعشرين من مية. طب الاف اتنين لواحد تبقى كام؟ نجيب اريا واحد اتنين equals اريا اتنين في اف اتنين واحد وبجيبها. لا ال two areas not equal هنا، ده واحد عمود على التاني not equals. امتى يبقى equals؟ ماشي، لما يبقى لسمول اتش equal لسمول دبليو يبقى two equals، تمام؟ لكن دول not two not equal. يبقى انا جبت اف واحد اتنين، استعمل الريسبيرسيت لو، اقول اي واحد في اف واحد اتنين يساوي اي اتنين في اف اتنين واحد. عندي الارياز وجبت اف واحد اتنين، يبقى اقدر اجيب اف اتنين واحد. تمام؟ تمام يا دكتور. نيجي للتشارت التالتة. دول التلاتة تشارت اللي انت هتستعملهم. عندي قرصين تو سيركولارز، واحد ادي واحد لي ريديوس ار ون، وادي اتنين لي ريديوس ار ايه اتنين. المسافة ما بينهم سمول ال سمول اي، تمام؟ يبقى انا بجيب ايه العامل برضو اللي بيأثر على الفيو على الفيو فاكتور، مساحة السطحين والمسافة ما بين التو سيركولار بليد. هجيب كابيتال ار 1 يساوي سمول ار 1 على المسافة، هجيب كابيتال ار 2 سمول ار 2 على المسافة، يبقى دول بارامتر. هاجي ارسم عندي هنا، يبقى السكيل الافقي عايز اجيب اف 1 2. هنا بقى مش هتقول كابيتال ار 1، واحد على ايه كابيتال ار 1، واحد على كابيتال ار 1، يعني دي واحد على كابيتال ار واحد هتساوي ايه؟ هتساوي ايه؟ الاي على ار واحد، السمول اي على ار واحد، ماشي؟ لان ار واحد عبارة عن ايه؟ ار واحد عبارة عن ايه؟ سمول اي سوري ار واحد على سمول اي، يبقى مقلوبها عبارة عن ايه؟ الاي على ار واحد، تمام؟ واجيب كابيتال ار 2، كابيتال ار 2 اللي هي سمول ار 2 على الاي. مثلا انا جبت العامل دون واحد على ار 1 طلعت بواحد، اروح طالع مثلا على كابيتال ار 2 طلعت عندي بواحد ونص، يبقى اهي، يبقى اروح ماشي افقي كده اجيب الفيو فاكتور طلع مثلا 62 من 100، يبقى اف 1 2 ب 62 من 100، يبقى اف 2 1 تساوي كام؟ يا جماعة ردوا عليه.
هتبقى يا جماعة هتبقى ايه واحد في اف واحد اتنين تساوي ايه اتنين في اف اتنين واحد. انا عندي ايه واحد وعندي ايه اتنين وعندي اف واحد اتنين يبقى اقدر اجيب اف اتنين واحد. تمام؟ اف اتنين واحد تساوي طوالي ايه واحد على ايه اتنين في اف واحد اتنين طوالي. ريس بروس دي لو تحطه حلق في ودنك القانون ده احنا عرفنا بقبام الشارت دي ما فيش داعي ايه نشرحها. يبقى انا فهمت عندي تلاتة الشارت اعين منهم الشيب فاكتور او الفيو فاكتور. خلاص نرجع بقى نشوف حاجات اخرى. ما هي الحاجات الاخرى؟ احنا وصلنا للقانون دول وعرفنا خلاص الفيناتيزم الاريا والكلام ده. في عندي بعض قوانين تاني غير الريسبيرسيتي لو. ما هي القوانين التانية؟ قانون اسمه سميشن رولز. سميشن رولز ده ايه يعني؟ لو انا عندي جسم سيرفيس اهو وحواليه اكس نقول انكلوزد سبيس في مكان مغلق جسم كده من جوه مفرغ وفي ومتشكل من اجسام متشكل من اسطح. عندي السطح اي ده عند السطح واحد عند السطح اتنين عند السطح تلاتة عند السطح اربعة عند السطح خمسة عند السطح ستة لغاية السطح كابتل ان. طيب الفيو فاكتور مثلا من اي لواحد ومن اي لاتنين ومن اي تا مجموع الفيو فاكتور دي تساوي كام؟ واحد. يبقى اف اي واحد اف اي واحد اف اي اتنين اف اي تلاتة اف اي ان يبقى تساوي واحد. يبقى السميشن من جي اللي هو ده لغاية كابتل ان في اف اي جي ايكوال واحد. ماشي؟ يعني اف اي واحد زائد اف اي اتنين زائد اف اي تلاتة زائد اف اي ان ايكوال ون. تمام؟ لو انا عندي اربع اسطح هنا يبقى دقيقة واحدة بس. كلام جميل جدا. الكلام ده ايه يا باشمهندسين بقى؟ لو كان اي ده فلات. يعني ايه فلات؟ يعني سطح مستوي بيشع الواحد واثنين وثلاثة وكابتل ان. طب لو السطح اي ده كيرفيد تخيلوا منحني مش ممكن يشع ويدي اشع عن نفسه؟ كيرفيد كده امسك ورقه كده مستويه هيطلع منها اشعاع لا يمكن يسقط على نفس الورقه هيسقط على اللي حواليه. تمام؟ طب امسك الورقه واتنيها تعملها كيرفت كده يبقى ممكن من جزء من الاريا بتاعت الورقه تسقط على نفسها صح كده؟ تمام صح. طيب يبقى انا هخلع حاجه بقى ان اي ده ليه شيب فاكتور لنفسه هقول عليه ايه بقى؟ هقول عليه اف اي اي FII ممكن يساوي زيرو في حالة لو كان فلات. لو كان فلات يبقى بزيرو لكن لو كان كيرفد يبقى ايه؟ يبقى ليه قيمة. يبقى انا في القانون بتاعي هكتب FII زائد FI1 زائد FI2 زائد FI5 زائد FIN equal 1. يبقى هدخل الشيف فاكتور بتاع نفس الجسم في العلاقة بتاعتي زي كده اهو. انا عندي اربع اجسام من ان بواحد لغاية اربعة يبقى مجموعهم بواحد
يبقى ايه اف واحد واحد اهو ادي اف واحد واحد اللي هو بتاع نفسه زائد اف واحد اتنين زائد اف واحد تلاتة زائد اف واحد اربعة ايكول ون. لو دون فلات ما بيديش نفس راديشن يبقى اف واحد واحد ايكول زيرو. يبقى عند القانون يبقى اف واحد اتنين زائد اف واحد تلاتة زائد اف واحد اربعة ايكول ون. ده بنسميه summation rule. فاهمينه يا understand؟ يبقى اي جسم سيان فلات او كيرفد يبقى كل اللي بيطلعه بيدي لجميع الاجسام اللي حواليه، ولو كان كيرفت بيدي نفس شوية، لو كان فلات ما بيديش نفس حاجة. نيجي قانون تاني اسمه سوبربيزيشن رول. ايه السوبربيزيشن رول؟ تخيل ان انت عندك الـ A 2 A 1 اهو، وعندك A 2 اهو، اتنين دون فيها جزء مفرغ من جوه، يعني زي حلقة ماشي، السوليد بتاعها اللي هو ده والفراغ بتاعها اللي هو ده. السوليد ليه الاريا بتاعته اتنين ايه، والفراغ بتاعه ليه اتنين ايه سمول بي. ماشي اوكي. طيب يبقى الفيو فاكتور ما بين واحد وايه اتنين يساوي ايه؟ يساوي مجموع الفيو فاكتور من واحد لاتنين ايه زائد ايه واحد لاتنين بي. تمام. ده اللي هو سميشن بتاع ده سوبربوزيشن رول. يبقى اف واحد اتنين ما هي إلا عبارة عن مجموع من واحد لاتنين A زائد من واحد لاتنين B. تمام يا جماعة؟ لازم هنا بيتجزأ، يعني الأشعة اللي بيطلعها واحد ده بتقع على اتنين، بتقع على الجزء اللي هو السيرفيس السوليد، وبتقع على الفراغ اللي موجود في القرص. يبقى اف واحد اتنين هتساوي اف واحد اتنين ايه زائد اف واحد اتنين بي. ادي القانون بتاعنا. تمام. طيب وفي نفس الوقت طبعا اف واحد اتنين اهو مكتوب لك، يعني وايه اتنين هي مجموع ايه اتنين ايه زائد ايه اتنين بي، وايه واحد في اف واحد اتنين يساوي A2 في F2 واحد، وA2 دي وA2 دي ما هي إلا الأريا بتاعت 2A زائد 2B، كله موجود أهو. طيب حاجة زي دي برضو تو بربنديكولار بليتس عمودين على بعض، أدي واحد وأدي اتنين، اتنين ده هنا في فراغ، في فراغ ماشي. يبقى F1 اتنين التوتال ده هيساوي إيه؟ هيساوي اف واحد اتنين ايه زائد اف واحد اتنين بي. اهو لازم يبقى ايه ماشي. اف واحد ده هو نفس القانون ماشي. اوكي يا جماعة ده سوبربوزيشن رولز. اوكي ده القانون اللي فوق برضو ينطبق على ده. اف واحد اتنين هتساوي اف واحد اتنين ايه، اف واحد اتنين ايه زائد اف بي ماشي. وايه واحد، وايه واحد في اف واحد اتنين هتساوي ايه، هتساوي ايه يعني هنا، هنا يعني هتساوي ايه واحد في اف واحد اتنين ايه زائد ايه واحد في اف اتنين بي ماشي. انا ضربت شلت دي، شلت دي وحطيت دي
علشان استنتج قانون اخر ماشي. ما فانا ايه هسيب الحته دي. كل اللي تفهمه ان اف واحد اتنين اف واحد اتنين هتساوي اف واحد اتنين ايه زاد اف واحد اتنين بي. اوكي ده اللي انت تفهمه ماشي. اوكي ودي مسألة. هنسيب المسائل يا جماعة كده نسيب المسائل للمحاضرة اللي جاية او التمارين عندكم في السكشن مع المهندس جيف. اذا انتم ما لحقتوش تعملوها انا الحصة الجاية اشتغلها معكم. بس انت حاول تطلع عليها ان انت ازاي تحسب اشكال مختلفة. تمام ادي تو بليت واحد واثنين وثلاثة ما بينهم فراغ وطالب اف واحد اثنين اف واحد اثنين. هنا في فراغ ثلاثة فراغ ازاي تجيبها؟ حاول انك انت تقرأ المثال. هنا كونيك مقسوم لسطح ادي واحد ار واحد بعشرة وار اثنين بخمسة. عايز ايه اللي هو الشيف فاكتور ما بين وهنا بقى ادينا دون القرص اللي تحت واحد وادينا القرص اللي فوق اتنين وده انكلود سبيس ادينا ايه الجزء المخروطي نمرة تلاتة. عايزين اف واحد تلاتة واف اتنين تلاتة اف تلاتة تلاتة. هنا بقى هتبان بقى ليه فلات يبقى اف واحد واحد بزيرو واف اتنين فلات يبقى اف اتنين اتنين بزيرو. تلاتة ده كونيك يبقى كيرفيد اسطوانة مقطوعة يبقى لازم لي اف تلاتة تلاتة. هو عايز اف تلاتة تلاتة. اوكي اقروا الكلام ده قبل المحاضرة. نفس العملية هنا اسطوانة واخد بالك شورت سلندر ليها ار واحد وليها ار اتنين والاتنين ار واحد وار اتنين ايكوالز والاسطوانة بالشكل ده. عايزين اف واحد اتنين وعايزين اف واحد تلاتة. اف واحد اتنين زائد اف واحد تلاتة يساوي كام يا جماعة؟ القانون بيقول لي اف واحد واحد زائد اف واحد اتنين زائد اف واحد تلاتة ايكوال ون. اف واحد واحد بكام؟ بزيرو. بزيرو. يبقى اف واحد اتنين زائد اف واحد تلاتة ايكوال ون. طيب بالنسبة لاتنين اتنين واحد زائد اف اتنين تلاتة زائد اف اتنين اف اتنين اتنين برضو بزيرو. تمام يبقى اف اتنين واحد زائد اف اتنين تلاتة ايكوال واحد. وهتلاقي عندك ان اف واحد اتنين تساوي اف اتنين واحد. ليه؟ لانه ذا سيم اريا. طيب بس هنا بقى في تلاتة. هنا تلاتة هتقدر تقول اف تلاتة تلاتة زاد اف تلاتة واحد زاد اف تلاتة اتنين ايكوال واحد ومنهم تطلع اف تلاتة تلاتة. اوكي اهو مطلوب اف تلاتة تلاتة واف ايه واحد اتنين واف ايه واحد تلاتة. ماشي متمرن على الكلام ده. ناخد بريك دلوقتي خمس دقايق وندخل بقى على اخر جزئية في الراديشن. اوكي يا باشمهندسين ودي اهم حاجة طبعا كل اللي فات مهم للغاية. ماشي من القانون البتاع دون التيبل بتاع البلاك بادي راديشن فانكشن مع القوانين مع ازاي تحدد الفيو فاكتور والكلام ده كله. ماشي هندخل بقى في تبادل راديشن اكستشينج بتوين سيرفيسز. ازاي اقدر اجيب النت راديشن ما بين السيرفيس. ناخد خمس دقايق راحه ولا ناخد عشرة؟ اللي حضرتك عايزه يا دكتور. ماشي
يعني الساعة 8:48 9 ل 5 نتقابل ماشي؟ تمام اوكي.
ايوه يا باشمهندسين، معايا يا جماعه؟ حضرتك يا دكتور. ايوه يا دكتور معاك. ماشي، نرجع بقى دلوقتي. هناخد التبادل الحراري الإشعاعي ما بين سطحين أو أكتر. هنشوف دلوقتي سطحين وبعدين أكتر. هناخد أول حاجة النت راديشن فروم جري سيرفيس. سطح عندي أهو، السطح ده جري، جري يعني مش بلاك، والسطح دون الجهة الأخرى معتمة وبيكيو سيرفيس، يعني التاو بتاعة السطح دون إيكوال زيرو. يبقى القانون بتاعي إيه؟ رو زائد ألفا زائد تاو إيكوال ون. الإيه؟ التاو إيكوال زيرو الترانسميسيفتي، يبقى الرو زائد ألفا إيكوال ون. تمام؟ بندي تعريفين، جي توتال إنسيدنس راديشن، بنسميها الراديشن، يعني الجي دي كل الأشعة الساقطة على السطح. الجي دون اللي هو التوتال إميتد راديشن، بنسميه ريديوسيتي، يعني كل اللي إيه اللي طالع بالإشعاع من السطح. طيب أنا لو عندي دلوقتي سطح نزل عليه إنسيدنس راديشن جي كابتال جي، هيحصل له ايه؟ جزء منه هيحصل له ريفليكتد، ماشي، اللي هو رو في جي، اضرب رو اللي هي الريكتيف، الريكتيفتي مضروب جي، هو نفسه بيطلع اشعه من تلقاء نفسه طبقا لايه؟ لستيفن بولتزمان اللي هو الاي اميتد. الاي اميتد بتساوي لو بلاك بادي اي بي اللي هي سيجما في تي باور 4، جراي سيرفيس بضرب في الاميسيفيتي، يبقى اللي بيطلعه الجسم من تلقاء ذاته ايه؟ ابسلون في اي بلاك، يعني ابسلون سيجما تي باور 4. يبقى الاثنين دول اللي بيطلعهم الجسم، واحده ريفليكتد نتيجه اللي سقط عليه، وواحده من تلقاء ذاته. ده يبقى النت راديشن اللي بيطلعه الجسم عبارة عن اللي طالع الكابتال جي ناقص اللي ايه اللي ساقط عليه. يبقى النت راديشن من الجسم هيساوي جي ناقص جي. تمام؟ طيب هاخد الجي دي افصصها، اللي هي دي، هي دي عبارة عن اللي هي ابسلون في اي بي زائد رو في جي. هجيب انا من هنا جي اللي هو هيطلع عندي اللي هو هعوض بقى دي اي بي اي في البلاك بادي زائد الرو دي زي ما قلنا رو بلس الفا ايكوال 1، يبقى الرو بتساوي 1 ناقص الفا. تمام؟ في كابتال جي هنا نفس العمليه زائد 1. الالفا قلنا عليها قبل كده للاجسام المتزنه الابسلون ايكوال الفا، يعني الابزوربتيفيتي ماشي بتساوي الاميسيفيتي. اوكي، يبقى حطينا اللي هو الاميسيفيتي. يبقى هجيب من هنا جي، هو جي دي يطلع من معادله 2 عباره عن اللي ايه، انك انت تجيب دون الناحيه الثانيه وتقسم على ده، يبقى الجي كابتال جي بتساوي جي ماينس ابسلون في اي بي على واحد ايه ناقص ابسلون. ماشي، اوكي. هجيب هحط هنا هحط هنا الكيو نت، تبقى الكيو نت هعوض بجي دي هنا، فين هعوض بيها؟ فين هعوض بيها؟ هنا هعوض بيها، هنا هعوض بالجي دي، بعوض بيها هنا، هيطلع عندي ان كيو راديشن نت هتساوي اي بي ماينس جي على واحد ناقص ابسلون على ابسلون.
اعملها بمنتهى البساطة هتطلع لك كده. يبقى الكيو انا الكيو نت راديشن بضرب ده في الاريا لانه ده بير يونت اريا كله، تمام؟ يبقى بضرب في الاريا، هجيب اضرب هنا في الاريا، يبقى ضربت هنا في الاريا، هجيب الاريا مقام المقام. يبقى انا الكيو نت راديشن عبارة عن اي بي ماينس جي على واحد ناقص ابسن على اي ابسن. يبقى الجسم دون بيطلع النت راديشن توتال بالوات، ماشي، عبارة عن اي بي ماينس جي جي على واحد ناقص ابسلون على اي ابسلون. يبقى انا ممكن اعمل بطريقة الدائرة الكهربائية، يبقى النت راديشن عبارة عن فرق حاجتين اي بي ناقص جي على مقاومة. يبقى انا احط هنا الاي بي اهي وادي الجي، ادي الاي بي وادي الجي، ادي الاي بي وادي الجي، والمقاومة بتاعتي واحد ناقص ابسلون على اي ابسلون. يبقى النت راديشن عبارة عن ده ناقص ده على المقاومة. الاي بي معروفة سيجما في تي بي باور فور، ده ستيفن بولتزمان كونستانت اللي احنا نحفظه 5.67 مضروبة في 10 أس إيه ماينس 8. أوكي ماشي خلاص، أوكي فهمنا الحتة دي. قولولي قبل ما نقل. تمام تمام يا جماعة. يبقى ده النت راديشن اللي بيطلع من جسم جري سيرفيس. لو كان بلاك إيه اللي هيحصل؟ الجيم مش هتكون موجودة؟ الجيم مش هتكون موجودة؟ الإبسلون هتساوي واخد بالك واحد، ماشي، تعود في القانون ده يديك واحد. اه ماشي اوكي. طيب نيجي بقى للنت راديشن ما بين جسمين. خدنا ادي اللي فات كان جسم واحد اللي بيطلع النت بتاعه، ادي واحد وبيكيو يعني التاو بتاعته بزيرو، وادي اتنين وبرضو بيكيو، وده لي كي واحد ولي ابسلون واحد، وده لي كي اتنين كابتل طبعا ان كلفن ولي ابسلون اتنين. ده يعني ده الصغير وده الكبير، اوكي يا باشمهندسين. ده بيسقط عليه كابتل جي واحد وبيطلع جي واحد، تمام؟ ده بيسقط عليه جي اتنين وبيطلع جي اتنين. نشوف بقى هنا، ده بيطلع جي واحد اللي بيطلعه توتال، بيسقط على اتنين جي اتنين. جي اتنين دي بتساوي ايه يا باشمهندسين بقى؟ جي اتنين اللي بيطلع من دون مضروب طبعا دون انا عايزه توتال هضرب في ايه واحد لان ده بير يونت اريا، يبقى التوتال اللي بيطلعه ايه واحد في جي واحد. اللي بيسقط على اتنين بنسبة الفيو فاكتور اف واحد اتنين. يبقى الجي اتنين عبارة عن ايه واحد جي واحد في اف واحد اتنين، ده اللي بيسقط على الجسم اتنين وطالع من الجسم واحد. التانية بقى الجي واحد ده هو عبارة عن ايه؟ ده بيطلع من تلقاء نفسه ابسلون ايه اتنين في اي بي اتنين، وبيحصل له ريفليكتد من ده ايه رو اتنين في جي اتنين. يبقى اللي بيطلعه التوتال اللي هو جي اتنين. جي اتنين اضرب في الاريا بتاعته يبقى A2 كابتل A2 في G2 بيسقط على الواحد ده عبارة عن إيه؟ نسبة الفيو فاكتور. يبقى الفيو هو اللي بيسقط عليه A1 A2 في G2 في نسبة الفيو فاكتور اللي هو F2 واحد. خلاص يا جماعة كده؟ طيب يبقى اللي بيسقط من هنا
على ده اللي هو ده، وعلى ده من هنا اللي بيطلع من واحد ويسقط على اتنين اللي هو ده، يبقى النت راديشن ما بين واحد واتنين. ادي النت راديشن ما بين واحد واتنين، ماشي. راديشن ما بين واحد واتنين هتساوي جي اتنين، ما دي جي اتنين اللي هو التوتال اللي بيطلع بيسقط على واحد على اتنين ناقص التوتال اللي بيسقط على واحد، تمام. حطيتهم اهو اللي هو ده عبارة عن A1 F G1 F1 2 وده A2 F G2 F2 1 اهو، ماشي. اوكي يا جماعة. طيب هروح انا عندي بقى A1 F1 2 تساوي A2 F2 1، صح ولا لا؟ reciprocity law. هاخد مشترك، يبقى هنا A1 F1 2 وإيه هيفضل ما بين القوس G1 G2 أهو، أو A1 F2 1 هتساوي 1، ماشي، وبنفس القوس. يبقى النت راديشن ما بين دون، النت راديشن ما بين الجسمين عبارة عن G1 G2، وأجيب ده في مقام المقام على 1 على إيه؟ A1 F1 2 أو G1 ناقص G2 على 1 على A2 F2 1، لأن A1 F2 1 تساوي A2 F2 1. أوكي؟ طيب يبقى يا باش مهندسين، أنا في الأول كتبت النت راديشن ما بين للبليت في نفس الوقت، النت راديشن اهو اي بي واحد ناقص جي واحد، وهنا النت راديشن بتاع اتنين اي بي اتنين جي اتنين. المقاومة اللي هنا بقى مفصولة ما بين واحد واتنين، انا جبتها بقى المقاومة دي الكيو نت عبارة عن جي واحد ناقص جي اتنين على واحد على اي واحد اف واحد اتنين او واحد على اي اتنين اف اتنين واحد، وصلت ما بينهم. يبقى انا واخد بالك وحطيت المقاوم ايه المقاومة ده، ادي جي واحد وادي جي اتنين وادي المقاومة بتاعتي يدي، يبقى واحد على اي واحد اف واحد اتنين او واحد على اي اتنين اف اتنين واحد. يبقى دي الدائرة الكهربائية النت راديشن ما بين جسمين. يعني ايه؟ يعني انا لو عايز كيو راديشن نت ما بين واحد واتنين هي عبارة عن اي بي واحد ناقص اي بي اتنين على التوتال بتاع الريزيستان، ده زائد ده زائد ده، ده بنسميه كده كابتل ار واحد كريزيستانس، يعني عشان تعرف كابتل ار واحد واحد ناقص ابسلون واحد على اي واحد ايه ابسلون واحد، ده بنسميه كابتل ار اتنين. يبقى واحد ناقص إبسلون اتنين على إيه اتنين إبسلون اتنين. المقاومة دي بنسميها R واحد اتنين، R واحد اتنين، يا إما بتساوي واحد على إيه واحد F واحد اتنين، يا إما بتساوي إيه واحد إيه اتنين على F اتنين واحد. أوكي يا باشمهندسين، أهو أدي النت راديشن جبته من هنا لهنا، هو من هنا لهنا، هو من هنا لهنا، يبقى التوتال كده خلاص أهو. ادي التوتال راديشن ما بين واحد واتنين اي بي واحد ناقص اي بي اتنين على مجموع المقاومات بتاعتي، واحد ناقص ابسلون واحد على اي واحد ابسلون واحد بنسميها كابتل ار واحد، وهنا واحد ناقص ابسلون اتنين على اي اتنين ابسلون اتنين بنسميها كابتل ار اتنين، وهنا في النص اللي هو واحد على اي واحد اف واحد اتنين او واحد على اتنين اف اتنين واحد، وبنسميها ار واحد اتنين. اوكي يا باشمهندسين، ده هو ده. ممكن انا اي بي واحد واي بي اتنين هم عبارة عن ايه سيجما في تي ايه باور فور، فانا هاخد سيجما مشترك يبقى تي واحد باور فور على تي ناقص تي اتنين باور فور، فهمنا. وممكن هنا يا باشمهندسين القانون ان ابسلون دي اللي ستيفن بولتزمان كونستانت دي احطها فقط
5.67 ما ضربش في 10 أس ناقص 8 أجيب ال 10 أس ناقص 8 في مقام التمبتشر يعني تبقى دي تي 1 على 100 الكل باور 4 ناقص تي 2 على 100 الكل باور 4 علشان إيه ما زودش درجة الحرارة ماشي؟ طيب سبيشال كيس سبيشال كيس من القانون ده من القانون ده لو كان عندي تو بليتس مواجهين بعض يعني ما لا نهاية في الاريا بتاعتهم ايه اللي يحصل بليت واحد وبليت اتنين وده لي امسيفتي واحد وتمبتشر واحد وده لي امسيفتي اتنين وتمبتشر اتنين ايه القانون بتاعي لما اجي اطبقه ما لا نهاية في الاريا اريا واحد تساوي اريا اتنين تمام اوكي وحالة ما لا نهاية يبقى ايه واحد تساوي اتنين وتطلع مشترك فوق واجيب دون كيو بير يونت اريا ماشي هيفضل المقام واحد ابسلون واحد على ابسلون واحد زائد واحد على اف واحد اتنين زائد اف ايه واحد ناقص ابسلون اتنين على ابسلون اتنين اف واحد اتنين انا يسمي تو بليتس ما لا نهاية اف واحد اتنين تساوي واحد يا جماعة باهمال الايه الإشعاع اللي بيتصرف من الأطراف لأن أنا بقول ده ما لا نهاية ما لا نهاية يبقى F1 2 تساوي 1 وF2 1 تساوي 1 أو F1 هيطلع لك القانون في الآخر بعد ما تعمله النت راديشن على الأريا المفروض على الأريا بير يونت أريا هتساوي من القانون بعد ما تطبقه سيجما اللي هي 5.67 مضروبة في تي واحد على مية باور فور ناقص تي اتنين على مية باور فور على واحد على إبسلون واحد زائد واحد على إبسلون اتنين زائد واحد أوكي؟ طيب قانون لو أنا عندي جسم كبير جدا وجسم صغير قوي يعني أدي واحد ده لي إريا إي واحد وتي واحد وإبسلون واحد وهنا ده جسم كبير لي اتنين وتي اتنين وابسلون اتنين ماشي من نفس القانون من نفس القانون مش ده مش ده السابق اللي هو ده اللي هو ده هيبقى ايه لو ضربت بسط مقام في ايه واحد في ايه واحد ماشي و ايه واحد وخدت ايه واحد ماشي بتاعتي اوكي ضربت بسط مقام في ايه واحد هيطلع لي القانون بتاعي القانون بتاعي طيب خد ده لتو انفينيتي بليتس ثواني تحت هنا خد اللي احنا خلصنا اللي فوق وخد الاريا واحد دي صغيرة جدا بالنسبة للاريا اتنين يعني ايه واحد دون اسمول قوي بالنسبة لإيه اتنين ماشي يبقى اف واحد اتنين اكول واحد هيطلع القانون لو طبقت في القانون اللي فوق هنا هيطلع لك القانون دون اللي هو كيو نت راديشن ما بين واحد واتنين هتساوي ايه واحد دي رغم انها سمول لكن احنا بنقول relatively ان هي صغيرة جدا بالنسبة لA2 صغيرة جدا بالنسبة لA2 يعني F1 2 equal 1 يعني الجسم واحد كل الراديشن اللي بيطلعه لازم يسقط على 2 لكن كل الراديشن اللي بيطلعه 2 لا يسقط على 1 ماشي يبقى النت راديشن بينهم بعد الاختصار هيساوي بعد ما تطبق في القانون هتساوي ايه واحد ابسلون واحد سيجما في تي واحد على مية باور فور ناقص تي اتنين على مية باور فور اوكي طيب نيجي الكيس التالتة ايه
concentric to a spherical surface. يعني كرة لها سطح واحد وكرة تانية حواليها لها سطح اتنين. يعني الكرة واحد دي جوه الكرة اتنين ماشي، والكرة واحد لها اريا واحد وتمبشر واحد وامسيفتي واحد، واتنين دي لها اريا اتنين وتمبشر اتنين وامسيفتي اتنين. تظن الراديشن اللي بيطلع من واحد كله بيسقط فين؟ الراديشن اللي بيطلع من واحد بيسقط على اتنين كله، لكن اللي بيطلع الراديشن اللي بيطلع من اتنين لا يسقط على واحد. ليه؟ لانه ممكن جزء منه يسقط على واحد وجزء منه يسقط على نفسه. يعني هنا اف واحد اتنين اكول واحد، لكن اف اتنين واحد لا يمكن تساوي واحد. امال تساوي ايه؟ اف واحد اتنين اكول واحد، لكن اف اتنين واحد هتساوي الاريا زي ما بنقول ايه واحد اف اتنين واحد ايه اف اتنين واحد هتساوي صح كده هتساوي دي يا جماعة. لا دي غلط كده غلط معاكم ألم. دي اف واحد اتنين وليس اف اتنين واحد. اتنين في اف اتنين واحد تساوي ايه واحد في اف واحد اتنين. صلح الدي صلح دي يا باش مهندسين. دي اف واحد اتنين. فانت لو برضو عملت القانون من القانون اللي فات اللي هو جنرال اللي هو ده ماشي، هتوصل القانون اللي هو دون يو نت راديشن من واحد لاتنين هتساوي هتضرب وتقسم هتساوي سيجما في تي واحد على مية باور فور ناقص تي اتنين على مية باور فور على واحد على ابسلون واحد زائد اي واحد على اتنين في ما بين قوسين واحد على ابسلون اتنين ماينس واحد. لو انت نجليكتد الاريا واحد بالنسبة للاريا اتنين، ادي اي واحد من وادي اتنين، فده حضرتك هيبقى ايه بزيرو. يبقى الكيو راديشن نت ما بين جسمه صغير جدا بالنسبة للجسم الاتنين هيطلع لك اي واحد في ابسلون واحد في سيجما في الكلام ده كله. اوكي ادي الاشياء. فاحنا ده بقى دلوقتي عايزين نجيب اخر حاجة بقى. اخر حاجة عندي تلات يعني كل انا اشتغلته قبل كده تو سيرفيسز، فانا عايز اجيب لمالتي سيرفيس او بلاش نخليها مالتي نقول تلاتة سيرفيس كفاية علينا ندرس تلاتة سيرفيس. عندي تلاتة سيرفيس اهو، ادي واحد وادي اتنين وادي تلاتة، وكل منهم ليه الاريا والتمبشر والامسيفيتي. اجيب صافي التبادل ما بين الايه الراديشن من واحد لاتنين ومن واحد لتلاتة، يعني النت راديشن اللي بيطلعه واحد والنت راديشن اللي بيطلعه اتنين. اجي ارسم الدائرة الكهربية، ادي السيرفيس واحد ادي السيرفيس اتنين ادي السيرفيس تلاتة. تمام، واحد زي ما خدنا قبل كده ليه مقاومة ار واحد اللي هو واحد ناقص ابسلون واحد على ايه ابسلون واحد، وادي الجي بتاعته واحد. الجسم اتنين ليه اللي هو الجي اتنين ماشي، وادي المقاومة بتاعته واحد ناقص ابسلون اتنين على ايه اتنين ابسلون اتنين. والجسم تلاتة ليه المقاومة بتاعته كابتل ار تلاتة واحد ناقص ابسلون تلاتة على ايه تلاتة ابسلون تلاتة. يبقى عندي الجي واحد والجي اتنين والجي تلاتة. لما وصل جي واحد بجي اتنين زي الدايرة اللي فاتت قلنا ار واحد اتنين بتساوي واحد على ايه واحد اف ايه واحد اتنين، او بتساوي واحد على اتنين اف اتنين واحد. لو وصل واحد بتلاتة
هتساوي هنسميها R1 3 هتساوي 1 على A 1 F 1 3 أو بتساوي 1 على A 3 F 3 1 لو وصل 2 ب 3 يبقى أنا عندي دي بنسميها R2 3 بتساوي 1 على A 2 F 2 3 أو بتساوي 1 على A 3 F 3 2 يبقى ادي المقاومات بتاعتي كلها. يبقى انا لو عايز اجيب النت راديشن من واحد والنت راديشن من اتنين والنت راديشن من تلاتة اعمل ايه؟ فكروا لي كده. كهرباء حلوين في الكهرباء ولا مش حلوين؟ حوله من دلتا الستار؟ حوله من دلتا الستار؟ ايوه لا ولا ستار ولا بتاع. انا هبتدي علشان اقول النت راديشن من واحد عايز لو جبت جي واحد دي هقول كيو نت راديشن من واحد هتساوي اي بي واحد ناقص جي واحد على المقاومه. لو جبت جي 2 هقول النت راديشن بتاع 2 اي بي 2 ناقص جي 2 على المقاومه. لو جبت جي 3 هقول الكيو راديشن نت من 3 اي بي 3 ناقص جي 3. يبقى انا عايز اجيب جي 1 وجي 2 وجي 3. الدائره دي الكهربيه دي متزنه كهربيا وبالتالي احنا دي تبقى دائره حراريه. يبقى هاجي اخد البالانس بتاع جي واحد الحرارة اللي داخلة من الثلاث أطراف إيكوال كام؟ الحرارة اللي داخلة الجي واحد من الثلاث أطراف السميشن بتاعهم زيرو بالضبط كده. يبقى هاجي أقول الاتزان بتاع النقطة بتاع جي واحد عبارة عن ايه؟ اي بي واحد ناقص جي واحد على المقاومة دي زائد جي اتنين ناقص جي اتنين جي واحد على المقاومة دي زائد جي تلاتة ناقص جي واحد على المقاومة دي ايكوال زيرو. يبقى طلعت اول معادلة اهي بتاعة البالانس بتاع جي واحد. البالانس بتاع اتنين برضو مجموع الحرارات اللي داخله ايكوال زيرو. يبقى اي بي 2 ناقص جي 2 على المقاومه زائد اي جي 1 ناقص جي 2 على المقاومه زائد جي 3 ناقص جي 2 على المقاومه ايكوال زيرو. ادي المعادله البالانس بتاع جي 2 اهو. نيجي ل 3 نفس العمليه. الحرارات اللي داخلة اي بي 3 ناقص جي 3 على المقاومة زائد جي 1 ناقص جي 3 على المقاومة زائد جي 2 ناقص جي 3 على المقاومة ايكوال مجموعهم ايكوال زيرو. ادي البالانس بتاع 3. يبقى انا عندي ثلاث معادلات 1 2 3 احل في 3 النون اللي هو جي واحد وجي اتنين وجي تلاتة احلهم مع بعض يبقى اطلع الجهات. من الجهات يبقى الكيو نت راديشن كيو راديشن نت واحد اللي هو اي بي واحد ناقص جي واحد على المقاومة. النت راديشن هنا بتاع كيو راديشن نت اتنين اي بي اتنين ناقص جي اتنين على المقاومة. الراديشن بتاع تلاتة اللي هو اي بي تلاتة ناقص جي 3 على المقاومة. اوكي طلعتهم. ادي النت راديشن بتاع 1 ادي النت راديشن بتاع 2 ادي النت راديشن بتاع 3. ايه العلاقة ما بين التلاتة يا جماعة؟ الكيو نت بتاع 1 والنت بتاع 2 والنت بتاع 3 ايه العلاقة بينهم؟ مجموعهم بيساوي زيرو. بالظبط لازم مجموعهم ايكوال زيرو لان هم متزنين حراريا. يبقى سميشن كيو نت
equals zero. يعني Q net radiation واحد و Q net radiation اثنين و Q net radiation ثلاثة equals zero. فأنت لما تيجي تحل مسألة وتطلع واحد واثنين لازم تطلع ثلاثة. ما تستعملش القانون ده. ليه؟ هنقول درواد. لما تطلع واحد واثنين وثلاثة في منهم يطلع بوزيتيف وفي منهم يطلع نيجاتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني بوزيتيف ده طالع. نيجاتيف يعني ده داخل. ماشي؟ يبقى لما تيجي تجمعهم بإشارتهم الجبرية لازم يطلعوا زيرو. يبقى انت حلك مظبوط 100%. لكن لو طلعت واحد واثنين واستعملت القانون ده عشان تطلع ثلاثة ممكن تكون مخطئ في خطواتك. فبنصح دلوقتي يا جماعة لما تيجي مسألة زي كده أنا أطلع واحد وأطلع اثنين وأطلع ثلاثة وأعمل تشيك على نفسي أجمعهم جمع جبري طلع بزيرو يبقى حلي 100%. يبقى أنت شيكت على نفسك قبل ما تطلع من الامتحان. تمام؟ في بقى مسائل، في مسائل بقى علشان انا ما ادلكش الامور هخلي لك الجسم ثلاثة ده يعني معلش يعني برومس فرامي يعني هخلي لك الجسم ثلاثة ده بلاك بادي. بلاك بادي يعني ايه؟ يعني R3 دي ايه؟ واحد ناقص إبسلون دي بزيرو. إبسلون 3 اللي هي هتساوي واحد بلاك بادي يبقى إبسلون 3 إيكوال واحد يبقى ده بزيرو. يبقى عندك الـ Q الـ EB 3 هي الـ G 3 لأن المقاومة دي بقت بزيرو. يبقى EB 3 دي نون. يبقى ما عندك إلا معادلتين لواحد واثنين تحلهم مع بعض وتطلع الدائرة بتاعتك. علشان ما عقدلكش الأمور أجيب لك ثلاثة أنون. وممكن عقد الأمور وأجيب ثلاثة أنون. أنت جدع جدا في حل المسائل بتاعتك. ماشي؟ نسيب المسائل دي بقى للمحاضرة الأخيرة. أحل لكم المهندس جوزيف هيشتغل معاكم مسائل الشيت اللي هو رقم ستة لغاية الشيف فاكتور. يعني داخل في المسائل بتاعت الشيف فاكتور. تمام؟ وانا هكمل اللي هو الراديشن ما بين التو سيرفيسز او المالتي سيرفيسز. المالتي عندي هاخد تلاتة. ماشي؟ تعرفوا تعملوا دايرة الاربع اجسام؟ تعرفوا يعني انتوا ادي واحد واثنين وثلاثة. ادي واحد اثنين ثلاثة. ماشي؟ حط واحد رابع هنا هيبقى برضو نفس العملية. ماشي؟ وتعمل دايرة بس هيبقى دايرة complicated ما تقدرش تحلها. ماشي؟ اوكي. بتتحل باي ماتريكس علشان تكونوا فاهمين. اوكي؟ يبقى الحصة الجاية انا هحل معاكم المسائل الجزء الثاني من الشيت. المهندس جوزيف هيحل الجزء الاولاني لغاية ما يوصل ينتهي من الشيف فاكتور. ازاي تعين الشيف فاكتور؟ ماشي؟ اوكي. طيب في اي اسئلة يا جماعة؟ كنا عايزين نعرف يا دكتور القوانين اللي لازم نحفظها الكونفكشن والحاجات اللي هتيجي في الامتحان. ايوة يا حبيبي. يعني انت لازم تكون عارف المينينج بتاع كل حاجة وعارف كل يعني مثلا النسلت نمبر يساوي ايه. مش هكتب لك انا النسلت نمبر يساوي اتش في دي على كي ولا هكتب لك الرونز نمبر يساوي رو في يو في دي على ميو ولا البرانت نمبر مش هكتبه لك. انا لو جبت لك اكويشن نسلت اكويشن نسلت نمبر يساوي كونستنت في رونز نمبر باور كونستنت في برانت نمبر ايه باور كونستنت. يبقى انت معليك اللي عارف الرونز نمبر والبرانت نمبر والجراشوفز والفري كونفكشن الجراشوفز نمبر والريلي نمبر والمينينج بتاع كل حاجه.
ماشي مكتوب عندك وانا قلت عليه. تمام. والرنجات وكده حضرتك بتجيبها في في الرنجات يعني الرنجات يعني ابسط حاجه كرنج عندك لازم تكون عارفه الفلو ثرو تيوبس. الرنج نمبر اقل من 2300 يبقى لامينر، واكبر من 2300 يبقى تيربلنت. تمام يا دكتور، نحفظ الفورمه بتاعتهم لو كانت اقل او اكتر، ولا حضرتك بتجيبها يعني في الامتحان؟ يعني ايه تحفظ الفورمه؟ يعني رونز نمبر يساوي ايه؟ انا بقول لك رونز نمبر يساوي ايه، رو في يو في دي اوفر ميو. انا اقصد النصلت ايكويشن، عشان نصلت ايكويشن هتختلف في اللامينر والتربلنس، فمش حضرتك لا ولد ما تحفظ اي معادله، المعادله تجي لك تحت المساله. اكتب لك اذا كان لامينر استعمل النصلت ايكويشن كذا، اذا كان تحفظ المعادله، لكن تحفظ الرونز نمبر يساوي ايه، البرانت نمبر يساوي ايه، النصلت نمبر يساوي ايه، الجراشز نمبر يساوي ايه، ماشي، ريلي نمبر يساوي ايه، ريلي نمبر يساوي يعني طوال الجراشز نمبر في البرانت نمبر. تمام، لكن الجراشز نمبر يساوي ايه، الجي في البيتا في دلتا تي في ال تكعيب على نيو سكوير، المينينج بتاعه ايه، البرانت المينينج بتاعه ايه، الرونز مينينج بتاعه ايه. تمام تمام يا دكتور. طب بالنسبه للكويز بكره ان شاء الله هيكون خمس اسئله برضو وام سي كيو، خمس اسئله في هتحلها لو انت مذاكر في اقل من 10 دقايق. يعني كلها مسائل مش نظري، ولا كم مساله نظري بالظبط؟ يعني حاجات بسيطه، حسابات بسيطه للغايه، مش مساله كامله. تمام، حاجات بسيطه للغايه. ويكون في نظري، اغلبه نظري يعني. يعني زي اول كويز كده، يعني كان اول كويز كان اربع مسائل نظري ومساله. لا ده اسهل من اول كويز، الكويز الثاني اسهل من الكويز الاولاني. وبعدين انا عامل ليه يا جماعه، برضو ارجوكم تاخدوا بالكم انا عامل كده علشان فقط ان انا احسن لك اعمال السنه، عشان تدخل بقيمه من اعمال السنه يبقى ايه، تسندك في الفاينل. لكن الفاينل اصلا لازم تفهم مسائل كومبليتلي، ما فيهاش نظري، مسائل كامله وحسابات كامله، ماشي، ومن الشيتات ومن الكلام اللي انا بشرحه من الجزء بتاعي والجزء بتاع برضو الدكتور تامر، من الشيتات واللي بتحللك في السكاشن والامثله المحلوله في المذكرات، اوكي، مع تغيير الارقام. وبعدين برضو بنحط فكره داخل المساله علشان ايه، نقدر نختبر ذكائك انك انت جمعت ايه. يعني ممكن تبقى مساله كومبايند من تو شيتس، يعني انا عندي مساله ممكن اجيبها لك من شيت واحد وشيت خمسة، وشيت واحد وشيت اربعة وشيت خمسة، مسألة كاملة على ثلاثة شيتس، اوكي. احنا بنكلم دلوقتي على الكويز نخلينا في الكويز دلوقتي، وبعدين ايه في الاخر نتكلم على الفاينل، اوكي. فالكويز يا جماعة سهل وما تقلقوش وما تتخضوش، بس ذاكر الجزء النظري، النمبرز اللي عندك دي كلها والمينينج والحاجات دي، وايه الثيرمال لاين والهيدروديناميك لاين والعلاقه ما بينهم والكلام ده كله، اوكي. ماشي يا جماعه. تمام. والغايب يقول للحق ولا سوري
الحاضر يقول للغايب اوكي او بلاش ما فيش داعي انه الحاضر يقول للغايب لانه يبقى الغايب ذنبه على جنبه صح ولا لا؟ المحاضرة مسجلة اي واحد يدخل ويسمع لها مرة اخرى تمام يا جماعة اقول لكم باي باي هيا مريم باي باي يا دكتور اوكي شدوا حيلكم جميعا يا اخوان سلامة ونشوف بعض برضو رجاء نشوف بعض اخر محاضرة زي النهاردة كده برضو تتجمع المجموعتين ونشرع علشان يبقى ايه الموضوع يعني هوموجينيس ما بين مجموعة واحد ومجموعة اتنين عشان ما اقولش كلام لمجموعة اتنين وكلام لمجموعة واحد يبقى كلنا الايه اونلاين ما المجموعتين مع بعض يلا سلام يا جماعة.